بعليك مرهور يا نجرة خيري لشكتر مجنون عينك على عيني. نابلس كتير حلوة، جبلين ووادي، قصصنا كتير حلوة. كانوا بسمونا نابلس بس احنا كانوا بسمونا الشام السورة، فلما بتيجي على نابلس كأنك جاي على فلسطين، رايح على الشام، رايح على الأردن، رايح على مصر. ففي نابلس رح تلاقي كل الدول العربية. نابلس كانت العاصمة الاقتصادية لمدينة فلسطين، والعصب الاقتصادي لمدينة نابلس هي البلدة القديمة. طبعا مش بس العصب الاقتصادي، كمان العصب السياسي. كل الهجمات الإسرائيلية اللي تعرضت لها مدينة نابلس تركزت في البلد القديمة. نابلس الحقيقية موجودة في البلد، صبانات الصابونة، المخابز، الحلويات، كل الأماكن اللي لما بتيجي على نابلس لازم تيجي وتزورها. كان أول شيء هدموا اليهود اللي هن الإسرائيليين. من هون كان لازم نفرج العالم إنه لا، في كتير شغلات بتستاهل في الشعب الفلسطيني إنكم تشوفوها، إنكم تتعرفوا عليها. كتير في حضارات تعاقبت على الشعب الفلسطيني. مركز بيت الكرامة أول مركز بيسوي للنساء في البلدة القديمة. نحاول نجمع فيه كل النساء القويات الموجودين في البلد. بجوز نقدر نشكل نوع من الضغط لتغيير كتير شغلات موجودة عندنا في البلد. لما حكينا بيت ما حكينا مركز، حكينا بيت. بدي كل النساء اللي بيجوا عندنا على المركز يحسوا إنهم هن داخل بيوتهم، إنهم هن مش غريبين، هذا إشي إلهم خاص فيهم. كرامة، كرامة بتعني الاستقلالية، كرامة بتعني إنك القوة، البناء. عملية البناء الصحيحة تتطلب إنك تشتغل مع الناس، مع القاعدة، ومن هيك إحنا بلشنا. أنا هون مدبرت منزل، فبشوف ناس كتير وتعرفت على ناس، ما عمري شفت هيك مركز، يعني بي هون بتسمى هون بيت الكرامة. أنا متطوعة في جمعية بيت الكرامة، أجي وأشتغل وأعرف شو في بيت الكرامة. كسيدة مجتمعية أشارك في أعمال المجتمع. أكثر ما عجبني في بيت الكرامة هي الأنشطة النسوية والجروب النساء اللي كان يجي للبيت. طبعا كنا نعمل ورشات العمل. كتير مهم نعرف مين كنا في الماضي، كتير مهم نعرف عن عاداتنا وعن تراثنا وعن حضاراتنا في الشعب الفلسطيني، عشان نعرف إحنا مين اليوم، وعشان نعرف أو عشان نحدد في المستقبل مين رح نكون.